الاسيسه كما كتشوف معايا، هاي الماكينه ديال الليمون، شتيها شي ماكينه الليمون، ها هي اللي كتحمل الليمون ناتورال. هادي تحياتي انت اخويا حبيبي، ها هو هي ديال النرنخه كما كتشوف معنا ناتورال، كنشربوه ناتورال. تحياتي تحياتي للمشاهد الكرام، انتم كتشوفوا معنا ديال الكارطه ديال الفطور، الفطور يعني تنفطروا في مكان ديال معروف يعني سميتو مكان الفيبس معروف. انتما باش نقول لكم واحد القضيه، السومو ديال النرنخه ناتورال، انتما هي السومو ديال النرنخه ناتورال شحال؟ 2.50 €. كما وريت لكم من قبل الماكينه ديال النرنخه، يعني السومو ديال النرنخه ناتورال كنشربوه ناتورال. واحد الاخ قال لك اسيدي ما كاينش كاع الناتورال في اسبانيا. خويا وريتك الماكينه كما شتي في الاول، كطحنوا لك ناتورال، كنشربوه ناتورال. شحال كيدير؟ 2.50 €. والكاس الشبري، الشبري انتما انتما اخوان على الفطور كتشوفوا معنا هنا، هنا اي بلاطو كتخسر معاه النبيده ديالو. هادشي الاثمنه 7.75 €، 9.95 €، 7.45 €، 3.25 €، كذا 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 كذا، حتى لهنا يعني حتى لهنا. ها القهيوه كي دايره كتشوفوا معنا هنا، هادي هي الكارطه بطبيعه الحال ديسايونو سبيسياليس، يعني فطور سبيسيال. حتى نتوما كتلاحظوا معنا هادشي كامل، كتلاحظوا معنا كاين شي بلاطوات فيهم الحلوف، كاين شي بلاطوات ما فيهمش الحلوف. باش نبين الاخ بان السومو ديال النرنخه 2.50 €، ها هو 2.50 €، ها هو السومو النرنخه. وريتك الماكينه بنا ناتورال، ناتورال باش ما نكذبوش على المشاهد كتقولوا لنا فوالا ما كاينش كاع السومو النرنخه ناتورال، ما تعطيكم ديال الكارطون. انا وريتك الماكينه وفريستوره معروفه ديال الكاليتي والكاليدات، فيها فطور غدا يعني ميريندا، فيه كل شيء. تحياتي تحياتي، مازال نتقاسم معكم كل شيء ان شاء الله. فاش غيجي الفطور نوريكم حتى حنا شنو فطرنا والثمن اللي خلصوا فيه. هذا مكان انت اخويا حبيبي، جوج قهيوات كما كتلاحظوا معنا، جوج ديال الموخيتوس نورمال ناتورال، نورمال ناتورال، قرعه ديال الماء. انتما كتشوفوا معنا اواجه الفطور كامل ان شاء الله، نوريكم يعني كل بلاطو كيمشي معاه الكاس ديالو. وهاد جوج موخيتوس طلبناهم خارج الفطور، ما كننساوش الشعار ديال البلاد خلاص. شوف شوف معايا، شوف اشوف السي، شوف اشوف راه في القلب، داكشي في القلب. تحياتي تحياتي تحياتي. كما كتشوفوا معنا الاخوان، هذا كريبس، كريبس فيه الشوكولات، فيه الفريز، فيه البنان. وهذا كريبس حتى هو مع جوج ديال البيضات والفريت. هذا الفطور، هذا الفطور سميتو امريكانو. وهذا حتى هو فيه الخبز، فيه الفرماج، فيه لابوكا، وفيه البيض، وفيه الليمون. كتلاحظوا معنا هذا فطور ملكي. هات دابا تشوفوا الويلات، كانت هادشي كامل غنتقاسم معكم الثمن ديال الميت. هادشي بلاصه ديال البيبس، شتيها هات فطور ملكي عادي. ما بغيناش نصوروا هادشي ولكن جابت الاقدار حتى حنا نصور لكم هادشي باش نبين لكم الاثمنه كيفاش دايره والاثمنه كيفاش دايره. تحياتي، المهم افطروا ونبين لكم من الساعه. هات انت كريبس عادي، كريبس ثلاثة ديال الطبقات، وهذا كريبس كهو بالبيض مع مسيدي وفريت. وهنا مادام هزيت ديك البيضة، عافاك هزيت ديك البيضة، هزيت ديك مادام ديك البيضة. دابا تشوف هنا لابوكا، هزي هزي حيدي كاع. هانت شتي معايا، هانت هانت اسيدي لاحظتي معايا، هاو كومبلي. والقهوة ديالو خلاص، والموخيتو ديالو، يلاه سلام. تحياتي. حنا ندخلو ستارباكس نشربو واحد القهوة كحلة، قهوة كحلة ستارباكس، هاهي شتو ياك ستارباكس موجودة في البلاد، تاهي ياك تاهي ندخلو نشربو فيها شي قهوة كحلة إن شاء الله بإذن الله. نتقاسم معكم هاد الفطور هذا. هانتوما الخوت، حنا ستارباكس شتيها ياك، هاهي ستارباكس. ندخلو نشربو قهوة كحلة ونشوفو شحال نخلصو، شحال نخلصو تاهي. تحياتي.
كيما شفتوا معنا اي قهوه ستاربكس ستاربكس ها الماركه ديال ستاربكس حنا كاسين ستاربكس القهوه ستاربكس الخوت كيما كتلاحظوا معنا شحال خلصنا 85 سنتيم 85 سنتيم هي 160 ريال ستاربكس ماركه ياك كيما كتلاحظ معايا ونقولك علاش خلص 85 سنتيم علاش انا خلص 85 سنتيم بصحتكم وراحتكم خليكم مع التاتين هذا الفيديو باش تفهموا كل شيء السياحه كيفاش دوزها بارخص ثمن الانسان ما يتعلقش فين يتفلق ويمشي على قدر المستطاع ديالو ذلك فضلا وليس تبعوا معنا الفيديو الاخوان وما تنساوش اللايكات والاعجابات على حسن نطاق تحياتي للجميع وبصحتكم وراحتكم القهوه ها القهوه هاي حلا يعني غزاله تحياتي للجميع بصحتكم وراحتكم الخوت مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو ديال اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الفكره ديال الفطور كما كتلاحظوا معنا ها الفاكتوره هي هنا وهي معلقه هنا نخليكم معلقه هنا بشحال فطرت لاحظوا معايا التوتال شحال خلص التوتال 16 اورو 40 نقولك علاش خلص 16 اورو 40 بالضبط وفي هذه المرحله هذه هنا فطرنا فطور ملكي في واحد البلاصه غاليه ريستوران يعني ريستوران ديال فيبس معروفين في اسبانيا والماكله عندهم فيهم الكاليتي والكاليدات والماكله غاليه وفيهم فطور وغدا وعشاء وميريندا يلاه سلامات لاحظ معايا هنا هاد كاب كيك يعني هما التورتياس طبعا ثلاثه طبقات فيهم الفريز يلاه سلامات يلاه هادي مع البيبيده ديالها تخلصنا فيهم 7 اورو 50 وبلاطو اخر 7 اورو 95 وبلاطو واحد اخر فيهم 7 اورو و45 وذاك الموخيتوس يعني ليموناد دي موخيتوس ما فيش الكول ما فيه حتى شي حاجه خلصنا 4 اورو و95 الكاس تقريبا 50 درهم ولا 45 درهم الغريب في الامر ردا على واحد الاخ قال كسيدي كما ذريتكم في بدايه الفيديو الماكينه ديال عصير الليمون ناتورال ناتورال كتشرب عصير الليمون ناتورال هذيك الماكينه مع العلم الاخ قال كسيدي تيقول بكم في الريستورات تعطونا الليمون السومو ديال الليمون عصير الليمون ديال الكرتون بينما هي الماكينه ولاحظوا معايا في بدايه الفيديو بلا عصير ناتورال كتحلوك ديك الساعه وكيحطوك ديك الساعه بغيتيه بالثلج بغيتيه بالسكر باش ما بغيتيه كتشربو شحال خلص في هادشي كامل 16 اورو 40 16 اورو 40 يعني تقولوا حنا انا 3200 ريال انا والزوجه ديالي جوج قهاوي جوج ديال الموخيتوس قرعه ديال الماء وثلاثه ديال البلاطوات تبارك الله كما شفتوا معايا عند بدايه الفيديو علاش درت هذا الفيديو هذا الا بغينا نمشيو للاماكن الراقيه راه نمشيو ليها ونحطوا الفلوس ولكن حنا كنتكلموا كجاليه يعني من الطبقه الشعبيه من الطبقه المتوسطه ماشي من الطبقه الغنيه تقاسمنا معكم واحد الفطور عادي فطرنا بجوج اورو 50 شربنا فيها عصير الليمون كتحن قدامك ناتورال وقهوه قهوه وحليب وكذلك واحد الخبيزه فيها الطوماطي وفيها الزيت بلديه وفيها الله سلامات بجوج اورو 50 اما انا بغينا نمشيو نفطروا فطور ملكي راه كاين بلاصه فطور ملكي يمكن لك تفطر حتى 20 فرانك حتى 30 فرانك الفرد الفرد كما تنقولوا مازال تنعاودها ولكن هذه رساله الاخوه الاخوات عندي وعندي واحد لاكات ديال 50% انا شخصيا عندي لاكات 50% اي ريستورا اي ريستورا في اسبانيا كامله في اسبانيا كامله كما كان النوع ديالها تقريبا واحد الخمسه الانواع ولا سته الانواع ديما عندي 50% وما عمرني قلت هذا الكلام هذا هنا انا عندي 50% هنا راه الثمن عندي 50% ها هو كما كتلاحظوا معايا هنا كتشوفوا معايا ها هو الديسكويندو كما كتلاحظوا معنا هنا ها هو ديسكويندو 16 اورو فاصله 40 يعني انا خلصت النص ديال الثمن وغنمشي ريستورا اخرى نخلص نص الثمن سواء في الغداء سواء في الفطور سواء في العشاء في اسبانيا كامله يعني حنا تنهضروا على الطبقه المتوسطه وعلى تشجيع السياحه الداخليه في المغرب وعلى تشجيع السياحه الداخليه بولاد الشعب الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره تما خصهم يعيشوا اما باش نمشي للاماكن الراقيه نقول لهم انا خلصت واحد الفطور 18 اورو الفرد راه بزاف اخويا انا ما نقدرش نخلص على راسي 18 اورو ما نقدرش نفطر انا في 3800 ريال على راسي انا على حساب الدخل ديالي وكنت لاباس عليهم الطبقه البرجوازيه ما نحش بها نهائيا هذا ميساج للاخوه والاخوات ومرحبا بكم تنقولوا مازال تنعاودها الحمد لله السياحه فيما مشيتي يمكن لك تسارى وتجول وتسارى كيف ما بغيتي غير يكون الفلوس في جيبك ودوس يعني رحله موفقه مع العائله ديالك فلهذا ردا للاخوه والاخوات
هذا ثمن الفطور وشحال فطرنا 3200 ريال اولا 3300 ريال انا والزوجه ديالي هنا وشتو الاطباق اللي كلينا حتى حنا والعصير والموخيتوس اللي شربنا. فلهذا اخوان اخوات سنقول لكم شكرا جزيلا الشكر على المتابعه. مازال نتقاسموا معكم لايفات مباشرات من قلب الحدث وحد موفق للفريق الوطني المنتخب ضد اسبانيا. يكون ماتش واعر 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 من يوم الاثنين على الساعه 7 مساء. حد موفق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسينا واحد القضيه خوت اللايكات والاعجابات والبارطاج على اوسع نطاق ذلك فضلا وليس امرا. علاش جبنا لكم يعني كل شيء اثباتات وهالفاكتوره كما كتشوفوا معايا وهي معلقه معكم. تحياتي للجميع. السلام عليكم.